هاتي الكرسي يا طمطم علشان تقعدي جنبي هنا. يلا. حاضر يا توتة، بس ده تقيل قوي. لا ده خفيف، ده الكرسي الصغير بتاعي، مش قادرة تشيليه اجي اشيل معاكي؟ اتفضلي اتفضلي يا توتة، قوي بقى علشان اقعد. تعالي اقعدي جنبي هنا تعالي. ماما عمالة تنظف البيت من الصبح يا طمطم، وكل ما نقعد في حتة تقول لنا روحوا اقعدوا في حتة تانية. انا زهقت بجد بجد، هنقعد فين دلوقتي؟ والله يا توتة مش عارفة بقى، يا طنط علا النهاردة يعني حبكت تنظف، مش عارفة ان انا جاية العب معاكي. النهاردة الجمعة عندها تنظيف، انت عارفة ماما بتحب تنظف يوم الجمعة على طول. ماشي يا توتة، طيب هنقعد فين نلعب دلوقتي؟ ما كده كل اللعب الالعاب كلها طنط علا شالتها عنتها عشان ما نكركبش الدنيا اكتر. خلاص تعالي ناخد الكوره ونلعب بره. هو ايه ده يا توتة؟ ايه اللي ورا الدفايه ده؟ انا شايفه حاجه بتتحرك. حاجه بتتحرك؟ استني ما بصي كده. استني يا طماطم، مش عارفه في ايه هنا. ايه ده؟ يا خبر ابيض، الحقي يا طماطم الحقي، تعالي بصي في ايه يا توتة، في ايه؟ شنبات شنبات يا طماطم شنبات. ماشي ليه كده؟ شنبات ايدي، يا ربي شنبات ايدي، انا عارفه الكائن ده. الحقي الحقي يا خبر يا توتة، دي اكيد حشرة كبيرة، شكله صرصور او عنكبوت يا طمطم، عنده شنبات طويلة طويلة طويلة. يا ماما انا بخاف منهم يا توتة. تعالي نقول لماما بسرعة علشان تجيب الشبشب وتنزل عليه بالشبشب. ايوه ايوه دي اسلم فكرة. استني استني ده باينه طالع، يجري يجري بسرعة بسرعة. يا خبر ابيض يا خبر ابيض، الحقي جاي علينا باينه ولا ايه يا توتة؟ ده طلع صرصور كبير قوي، صرصور عملاق. يا خبر ابيض لا يكون بيطير يا مامي. يا خبر يا توتة، يا خبر ابيض يا طماطم، الحق يا طماطم ده جاي علينا. اجري يا توتة، خلينا واقفين فوق فوق، مش هيعرف يجي ناحيتنا خالص. يا مامي هو بيلف حوالين نفسه كده ليه؟ يا خبر ابيض يا طنط علا، يا خبر ابيض الحقوا الحقونا الحقونا يا طنط علا يا طنط علا. يا خبر ابيض، يا ماما يا ماما يا طنط علا ارجوكي. يا طماطم ده بيبص يعني يشوف هو رايح فين. يا بنتي هو بيشوف اصلا؟ يا ماما يا ماما يا خبر ابيض، استخبى تاني، ده استخبى تاني يا توتة. يا خبر ابيض حبيبتي يا طنط علا الحقينا. يا حبايبي في ايه انتوا واقفين كده ليه مرعوبين؟ الحقي يا ماما الحقي، في صرصور عملاق في البيت ده، انا خلاص مش قاعده في البيت ده يا ماما، البيت ده طلع قديم وفي حشرات كتير، لازم تغيروا البيت ده تاني، نرجع لبيتنا القديم النضيف. ايوه ايوه يا طنط علا، البيت ده فيه حشرات. يا خبر ابيض يا بنات، صرصار شفتوه فين ده؟ شفناه يا ماما طالع من تحت الدفاية، شفناه يا ماما طالع من تحت الدفاية، وشنباته طويلة خالص تخرم الحيطة، وماشي ماشي 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 كان جاي ياكلنا. ايوه يا طنط علا فعلا، ده صرصار كبير خالص، واحنا خفنا يكون من الصراصير اللي بتطير دي ويجي علينا. يا دي النيلة، من اللي هي الصراصير هنا بتطير كمان يا طماطم؟ انا ما كنتش اعرف. لا في صراصير بتطير يا توتة. يا خبر يا بنات، انتوا خوفتوني قوي، الموضوع ده ما يتسكتش عليه خالص الا الحشرات، الحشرات دي بتجيب امراض وبتجيب حاجات وحشه قوي. ايوه يا ماما، وبتطلع على اكلنا وتعمل حمام. ما علينا بس من اكلنا والحمام دلوقتي، انتوا شفتوه فين؟ تعالوا وروني. اهو يا ده تعالى، يا خبر ابيض. خبر يا بنات، اطلعوا جنبي اطلعوا جنبي. يا خبر يا ده جاي علينا يا ماما، ده جاي علينا. لا يا ماما لازم تنقذينا. يا خبر ابيض الحقي، شوفي رجليه شوفي رجليه طماطم بتتحرك ازاي، وجنباته. يا خبر ابيض ده فعلا يا بنات، احنا لازم نكلم الشركة تيجي ترش لنا البيت، ده عملاق خالص. يلا يا ماما اتصلي. الو. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام يا فندم. ازيك يا مدام هايدي، عامله ايه؟ اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. ايه انا المدام اللي كنت رشيتولي الفيلا 36. مظبوط مظبوط، اهلا باسم، كانت باسم على ما اظن الاستاذ شريف. الاستاذ شريف فعلا. كنت محتاجه حد بس يجي يرش لي البيت بتاعي، لان شفت فيه حشرات النهارده كبيره قوي. اكيد اكيد يا فندم، هنكون عند حضرتك النهارده باذن الله. تحب الساعه كام؟ يا ريت على طول يعني، لو تقدروا دلوقتي يكون افضل. حاضر يا فندم، هنبعت لك دلوقتي موظف من الشركه عندنا يرش لك البيت كله، وتطمني خالص مفيش اي خطر على الاطفال. متشكرة جدا يا حبيبتي، متشكرة قوي. مع ألف سلامة. مع السلامة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله.
احنا يا فندم من الشركة الألمانية لراش المبيدات الحشرية. اهلا وسهلا، كويس جدا حضرتك جيت. احنا جايين علشان ننظف البيت يا فندم من اي حشرات وفئران واي حاجات ممكن تكون ضارة بالصحة وضارة الاطفال، بس محتاج ان حضرتك بس تسيبي الأوضة او المكان اللي هيكون فيه الحشرات انت او اي حد من الاطفال لمدة 10 دقايق مش اكتر من كده. حاضر حاضر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ايه عمو بتاع الحشرات جه؟ هو ده بقى اللي هيخلصنا من الحشرات يا ماما؟ ايوه طبعا يا حبيبتي، هو ده اللي هيخلصنا من الحشرات. يلا بقى انتي وتوتا على اوضتكم بسرعه. ان شاء الله انا اللي هخلصكم فعلا من الحشرات يا اتوتا. يلا بقى خدي صاحبتك دي وادخلوا اوضتكم على طول. دي مش صاحبتي يا عمو، دي اختي، يعني بنت خالتي اختي. ماشي يا جميل، يلا ادخلي انتي وبنت خالتك بقى في الاوضه فوق في اوضتكم على ما اخلص انا بقيت اوض الشقه. اوعى يا عمو تسيب اي حشرات، موت الحشرات كلها احسن، احنا بنخاف منها قوي. ما تقلقيش ابدا ابدا يا كتكوتة. يلا انتوا بقى علشان الغاز ده ما يضركوش. حاضر حاضر يا عمو. يلا يا توتة. يلا يلا يا بنات بلاش رغي كتير، يلا سيبوا عمو وشوفوا اللي وراه علشان يفضلنا البيت من الحشرات دي. حاضر حاضر يا ماما، بس كان نفسي اشوفه هو بيقتل الصرصور العملاق ده. طب يلا يا توتة يلا بعدين نبقى نشوف. ايوه كده، اطلعوا يا حلوين، كل الحشرات اللي هنا تطلع بسرعة. ادي الكرسي ده خلاص والترابيزة كمان. لسه الساعة الجميلة. يا سلام. ايوه والدفاية، اهم حاجه الدفايات دي بتشيل حشرات ياما. اطلع اطلع كده، اطلع وريني نفسك، خليك شجاع دلوقتي تشم الريحه وتطلع جري. اطلع اطلع. ايوه كده ايوه، ما تجريش ما تجريش، خليك شجاع وواجه. ايوه كده. خلاص يا مدام علا، كده شقتك نظيفة تماما ومفيش فيها اي حشرات، وده الصرصور العملاق اللي كان مضايقكوا خلاص هو طلع من الريحة، طبعا ريحة الغاز، ومات على طول زي ما انت شايفة مقلوب على ظهره. يا سلام، متشكرة قوي، متشكرة جدا لحضرتك. هي عمو البطل، عمو البطل اللي خلصنا من الصرصور العملاق المتوحش. ودي كانت لعبتنا النهاردة يا اصحابي، اتمنى ان هي تكون عجبتكو. ما تنسوش تكتبوا لنا في التعليقات اكتر شخصيه حبيتوها، وتعملوا لنا شير ولايك للفيديو، وما تنسوش كمان تتفرجوا على كل فيديوهاتنا اللي فاتت هتعجبكم خالص. ولكل اصحابنا اللي بيشوفونا لاول مره، ما تنسوش تضغطوا على زرار الاشتراك الاحمر اللي تحت الفيديو، وكمان تفعلوا علامه الجرس عشان يوصلكوا كل العابنا الجديده اللي بنقدمها لكم كل يوم. واستنونا بكره يا اصحابي مع لعبه جديده وفيديو جديد من قناتكم الجميله، قناه العابي. باي باي يا اصحابي.